مالك، سمعت القول في مجلسي فلزمت الصمت، ثم طلبت خلوة بي وها نحن فواصلت الصمت. قل يا أمير المؤمنين، نحن في خلوة بين أب وابن، فخاطبني بأبي. اشتقت إلى هذه الكلمة منك. يا أبي، عندما رأيت قبة الصخرة في بيت المقدس وقد تم بناؤها وزخرفتها وتبدت وانجلت بهذا البهاء. لا لا لا، لا تكثر من وصفها على مسامعي بينما نظري متلهف لرؤيتها. تجاوز هذا إلى ما تفكر فيه. أفكر أفكر لما لا يكون بجوارها مسجد جامع تهف إليه أفئدة المسلمين، ويكون لبيت المقدس حرمها القدسي كالحرم المكي. لا يا وليد، أمسك عليك بقية كلامك في هذا الشأن. أما سمعت ما يقوله الناس وأدركت مقصدهم؟ يقولون بأن بني أمية يريدون انتزاع مكانة مكة وإحلال مكانة بيت المقدس مكانها. لن أفعل هذا، وإن فكرت فيه فلن يكون إلا بعد أن أنتزع سلطان ابن الزبير عن مكة وتعود درة هذا الملك، فلا يكون مسبوقا عليها موضوع آخر في هذه الأرض. أما بعد هذا فليكن لبيت المقدس ما تفكر فيه وتدعوني إليه. فهل تأذن لي؟ بماذا؟ بالرجوع إلى بيت المقدس. يبدو أن المقام قد طاب لك هناك. أجل، لا أمكن. أريد منك البقاء بجانبي وملازمة مجلسي. أمور كثيرة هنا تدعوك لأن تكون على مقربة مني، وقد عجبت من أنك لم تأتي على ذكر ما نخوض فيه ولم تسأل عنه. تقصدت ذلك، فأني أنفر من حديث الحروب. أنت تنفر من حديثها وتظن أنني لا أنفر من خوضها. ألا ترى أنني مجبر عليها يا وليد؟ أما كنت أفضل أن أوجه جيوشنا للفتح وتوسيع رقعة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها على الانشغال بهذه الفتن والحروب؟ كل ما أسعى إليه يا وليد هو أن أترك ورائي لمن يأتي من بعدي دولة قوية تدين لها الدنيا، ولن يكون هذا قبل القضاء على الفتن والدويلات التي تقوم هنا وهناك وتفتت من عضد الدولة. بعد ذلك أتوجه إلى الروم في الغرب وأتابع الفتوح في الشرق.